الحباب، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا قاعدين بخير. اليوم جبت لكم وصفه سهله مهله وتحتوي غير على خضار، اللي هي غاتاتوي. فوالا، اذا حبيتوا الوصفه ارواحي معايا ديروها كيف كيف. الوينات اللي نسحقوها للغاتاتوي هي بالنسبه للخضار، ناخذوا 4 حبات بطاطا نقيهم نقطعوهم بهذا الشكل، ناخذوا 2 حبات باذنجان نقطعوهم بهذا الشكل، ناخذوا قرعه كورجات 2 ولا 3 حسب يعني حسب العدد اللي تكون الافراد اللي تكونوا في البيت ونقطعوها بهذا الشكل، وناخذوا فليفله ولا 2 ونقطعوهم بهذا الشكل ايضا. بالنسبه للصوص ناخذوا حبه ولا حبتين طماطيش نرحوهم نرابيوهم بهذه الطريقه. هنا عندنا طوماط بيوري، وعندنا فلفل بيوري، وعندنا ثوم 5 فصاص ولا 6، ريحه الثوم فيها تجي تهبل، يعني تاع 5 فصاص ملاح ترحوهم بهذه الطريقه. عندنا الرند وشويه زعتره وثلاث حبات بيض. وبالنسبه للزبيس نسحقوا الملح، نسحقوا شويه كمون، نسحقوا فلفل دريس وفلفل حلو، ونسحقوا فلفل اسود وشويه تاع كركم، وطبعا زيت الزيتون. فوالا، هادو هما المكونات اللي نسحقوهم لغاتاتوي. اول شيء نقلو، ناخذ مقلاه نحط فيها الزيت ونحط نقلي فيها بشويه هاد الخضر كلهم، نقلوهم مام الفلفل، تاخدو هاكت وتقلو في نفس المقلات. وارواحو نوري لكم الطريقه بعد ما نقلي كل هاد الخضار. انا ورينا البنات، حطيت الخضار يتقلاو، حطيت هنا الزيت زيت زيتون، انا حطيتو عندي دقيقه باش يسخن شويه. نحطو طوماطيش بيري، ونزيد الطوماطيش هذا تاع الفليفلا، ونزيد معاهم الثوم. فوالا هكذا، بعد ما تقلاو نزيد الحبه تاع الحلاج، الحبات تاع الطوماطيشه ديالنا. فوالا نخليها هاك، نخدم على نار هادية، نحطو الملح شوية برك، أنا راح نملح الخضار تاعنا، نحط فلفل أسود، نحط شوية كمون، فلفل عكري وفلفل حلو. شويه كركم بيان سير، ونحط الوريقه تاع الرند، شويه تاع الزعتر، فوالا، ونغلق عليهم ونخليهم يتقلاو. فوالا هكذا صار شكل الخضار تاعنا كي قليناهم. نحطهم على هكذا، نحن داخل هك، ناخذ هكذا كاس صغير ونحط فيه الماء. انا حطيت هذيك الطوماطيش اللي كانت عندي 2 حبيبات طوماطيش، حطيت ماء سخون في نفس الوسمه اللي حطيتها، على بها صار اللون هكذا احمر، يعني تاع الصح اللي تستعملي فيه تبيسي، اللي تستعملي فيه الطوماطيش، اللي ترحي فيه الطوماطيش، تخلطي كاع لكم المكونات وتحطي هكذا لاصوص. فوالا هكذا، وتغلقي عليها ونرجعو بعدين. فوالا هكذا صار شكل غاتاتوي تاعنا. ناخذ 3 حبات بيض،
نوصلهم بهذه الطريقة. ندير ثلاثة بس. هاك نعاود نغلق عليها. فوالا الحباب، اغاتاتوي تاعنا صارت جاهزه. ندير اللمسه الاخيره كل مره، هي ناخذ شويه قصبر ومعدنوس نحطهم هكذا من فوق، تعطي بنا لا نزيد شوية فلفل أسود هكذا في الخيط وشوية ملح. الطبق تاعنا صار جاهز، ونتلاقاو بعدين في طريقة التقديم. غو لي في، صارت الغاتاتوي تاعنا جاهزة. أروحوا معايا نتوقوها. أنا في طبعي نحب نزيد شوية زيت زيتون، لا هكذا ولا أروع. وهاي ليك، شوفوا انت، شوفوا حتى طريقة التغماس يعني ولا أحلى. انت تحكموا هاك غطاتو تاعكم، شوف بنا ولا أروع. إذا عجبتكم الوصفة شاركوني في قناتي وعملولي جميل، ومع فازو دايما جديد.